قامت الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير دلاليسيون بزيارة للوفد الطبي التركي بمستشفى الأم والطفل عائشة أحمد دوقي. إن الأعمال الخيرية التي دأبت عليها مؤسسة القلب الكبير بإشراف سيدة البلاد الأولى هند الديبي إتنو في تقديم يد العون إلى المحتاجين من الشعب التشادي وغيرهم، لا سيما الشرائح الضعيفة منها، هذا ما جعلت المؤسسة على إقامة علاقات تعاون مع بعض الدول بهدف تحسين الأوضاع الصحية للمرضى، بحيث وصل وفد أطباء من دولة تركيا مختصين في مجال علاج أمراض الأطفال المختلفة. هذه السانحة سمحت للأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير ديلي لوسيان والطاقم العامل بالمؤسسة بأن يزوروا المرضى بمستشفى الأم والطفل وتشجيع الوفد الطبي. المدير العام لمستشفى الأم والطفل الدكتور صالح عبد السلام الذي رحب بالوفد التركي متمنيا لهم التوفيق في عملهم، وقال بأن هذا التعاون يقوي الرابط الأخوي بينهم. الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير من ناحيتها أبدت عن شعورها بوصول الأطباء الأتراك لإنقاذ حياة الأطفال التشاديين. اليوم أنا في هوبيتال ماري أنفان ديفانا دولجو من تركيا، ومنجو مشان يعاونونا كذا نسو اوبيراسيون انا ديال الانداكا كومبليكي دونك المردانين الكومبليكي دا بس منجو فوغا منجو ميتسيتينين او تراديكتريس انا من كل جاي الواي داك هي في بلوك كلاس جاي سو اوبيراسيون لكن هو لسا دابا يندس ومن جو هنا بشان يعاونونا يعاونو ميدسان انانا دول بشان كاوايدين ديفيسيل الما نقدر نودي هنا من ومن جو دا يسولنا هنا. خلال يومين من وصول الوفد فقد أجريت عملية لـ15 طفلا ذوي الحالات المختلفة، وذلك نظرا لصعوبتها.